انا مراتي ساعات لما تقعد يعني الناس الحمد لله بتقابلني فده بيضحكنا كده، تقعد تقول امال ما بتضحكناش في البيت ليه. هذه هي ردة فعل زوجة محمد انور نوران على شخصيته الحقيقية بين الناس، فما بالكم كيف ممكن تكون ردة فعلها بعد ما تدخل وتحضر فيلم جوازة توكسيك وتشوف محمد بيقدم دور كريم الشاب الحنون الطيب والرومانسي ايضا، ويعني بمعنى اخر في كل الصفات اللي نوران بتحلم تكون عند محمد بالحقيقة. فريدة دي بنت طيبة وخجولة جدا. هلو. الله، هي بس واخد عليها شويه في البيت بني ادم عادي. انا لا، في الحقيقه مش رومانسي، اللي هي الرومانسيه اللي هي بحبك ونمسك ايدين بعض، لا انا مش كده خالص، مش كده خالص الحقيقه يعني. بس رومانسي بافعال اكتر يعني بجد. اصل انا بالنسبه لي يعني مراتي وولادي وابويا وامي واخواتي دول اهم حاجه عندي في الدنيا بجد بجد يعني، والله العظيم يعني اشرفه يعني، بعمل ببقى نفسي اعمل حاجات حلوه عشان هم يعني اشرفهم، وفي نفس الوقت بعمل كل ده اصلا عشانهم. انا اقسم بالله لو عليا انا مش عايز حاجه اصلا. واحنا بناكد رايك ما تقلق. فكل هدف محمد من فيلم جوازه توكسيك انه يقدم صوره جديده له في الكوميديا والرومانسيه والدراما ايضا. فرحان بده لاني كنت عايز اعمل ده من زمان. ان انت تبقى بتعمل كوميديا دي اللهم لك الحمد والشكر، دي حاجه يعني انك تبسط الناس دي حاجه حلوه، بس انا طول الوقت عايز ادور على حاجه يبقى فيها جديد بالنسبه لي. فانا هنا بعمل مشاهد دراميه كمان وانسانيه ما بيني وما بين ملك وما بيني وما بين استاذه ليلى علوي وعم بيومي. مش هتعيط بس يعني هصعب عليك يعني، لكن يعني اتمنى. انا ما شفتش برضو خدي بالك، بس انا الناس بيحكوا لي الحمد لله رب العالمين في المونتاج يعني انه لا انت اثرت فيها وخليتنا دمع ويمكن اللي ما يعرف الكثيرين عن محمد انما يقدر يشوف اعماله قبل عرضها على الجمهور وانما بيتفاجئ فيها مثل الكل على الشاشات. انا ما بحبش اتفرج على نفسي خالص ولا حتى في التصوير. ممكن اول يوم او يومين ما اشوفش يعني ما راحش اشوف ادائي، اشوف شكلي يعني، عايز اشوف شكلي في الكاميرا بس هو اللي انا كنت يعني محضره الشخصيه ولا لا كشكل، لكن اداء ما بحبش لاني لو بصيت انا كل جمله هتمنى اعيدها تاني. وسينماتيك بيقول لك ان رده فعل الجمهور بالسينما تماما مثل توقعاتك، واللي خرجوا من الفيلم علقوا قالوا محمد انور، بيومي فؤاد، ليلى علوي، تامر هجرس، وملك قورة، انتوا ضحكتونا واثرتوا فينا وناقشتوا قضيه مهمه جدا بالزواج بطريقه جديده. هو اساسا اغلب قضايا الطلاق اللي موجوده دلوقتي في مصر بسبب ده. في الاول في ايام قصة الحب هي بتقول له انا هتغير ومش عارف ايه، وهو بيقول لها انا مش فارق معايا وانا سبور جدا والحاجات دي، فاهمه قصدي؟ والله بتكلم بجد. لكن لما بيعيشوا في بيت بقى وتقفل عليهم اللي انت لابسه ده وخش غيري، مفيش طبعا، لانه هو اتربى كده وهي اتربت كده. هي متحرره زياده مثلا، هو مقفل شويه، هو متحرر جدا، هي مقفله، هو بيغير قوي، هي ما بتغيرش، هي بتغير. هو لازم تدور على حد مش هقول شبهك بس على الاقل متربي زيك. ونقدر نقول ان هالكلام انشرح بطريقه مثاليه بكلمات اغنيه لو زعلان اللي قدمها ماجد المهندس باللهجه المصريه. فماجد معروف عنه انه هو الوحيد اللي بيقدر يعاتب الحبيب ويمدح فيه بطريقه ترضي الكل. قولوا له لو زعلان البحر هو مليان. سر اختياره طبعا دي من المنتج الاستاذ زيد الكردي والاستاذ محمود كريم طبعا المخرج. ده اختيار عبقري مبدئيا لان ماجد المهندس نجم كبير له شعبيه سواء في الخليج او في الوطن العربي كله او في مصر كبيره، بس كمان العبقريه فيها انه يغني بالمصري، فانت بتكسب الجمهورين. ده اضافه كبيره، مش اضافه عاديه، اضافه كبيره يعني. ويبدو انها الخطه التسويقيه للفيلم بالخليج والسعوديه بتمشي بالطريقه المطلوبه. فتحوا عجز مسبق يعني، الارقام حلوه، ان شاء الله ويبقى بدايه انطلاقه بقى الواحد بقى بعد كده يبقى يعني خلاص، يبقى في ثقه من شركات الانتاج انه لو عملنا فيلم لمحمد انور فهو بيجيب فلوس كويسه الحمد لله رب العالمين. طب تعالى بقى شوف انت عايز نعمل لك ايه، فاقول لهم بقى اعمل ولاد رزق.